بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدى الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بحسن يوم الدين. يسر قناة طارق للتعليم على اليوتيوب أن تكون محاضراتكم تشير الخطة المتميزة. اليوم وبناء على طلب الأصدقاء هنتعلم مهارة في الحقيقة يحتاجها الكثير من الأصدقاء، وهي كيفية تحميل وتركيب أي نوع من أنواع الخطوط للاستفادة منه في الفوتوشوب أو الوورد أو أي برامج تعمل من خلال بيئة التشغيل ويندوز. النهارده بنهديكم كيفية تحميل 7000 أكثر من 7500 خط من أروع وأجمل الخطوط. دايما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناة على اليوتيوب قناة طارق التعليم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarikalnajjar أو المواقع والمدونات التي نشرف عليها. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط التحميل من خلال مدونة بوابة التعليم الإلكتروني، من خلال هنقوم بتحميل 7500 خط، وبعد ما نقوم بالتحميل هنقوم بتركيبهم للاستفادة منهم ومعاينتهم. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. كل اللي عليك انك تضغط على الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو، هيقوم بفتح هذا الموقع مدونة بوابة التعليم الإلكتروني. العنوان سر بتحميل 7500 خط، هم ازيد من 7500 اهو بيتكلم عنهم، ودي بعض العينة الموجودة. المطلوب مننا ادي رابط بيحمل لي 3660 خط، وفي رابط اخر 3168، ودي مجموعه من الروابط. كل اللي عليك انك تضغط على اي من الروابط التاليه، هو بيقول هذه الملحوظه، وتصبر وتنتظر 5 ثواني ثم تضغط على تخطي الاعلانات او اسكيب اد. اذا هنتبع التعليمات بعد قراءتها بصوره جيده. كل اللي عليك عندك مجموعه من الخطوط تتعدى 7500 خط، هنقوم بتحميلهم في احد المجلدات. انشئ مجلد اسميه خطوط متنوعه او خطوط عربيه او تسميه باسمك. ثم عندك رابطين للتحميل، اضغط على اي رابط كليك يمين وقول له فتح في تبويب، واضغط على هذا الرابط كليك يمين وقول فتح في تبويب اخر. الكلام ده بالنسبه لكل انواع، سواء 3600 خط او الخطوط المصريه او خطوط محمد او المنتقى او الخطوط الروعه او 3168 خط، قم بتنفيذ نفس الطريقه، وحسب سرعه النت المتواجده عندك هنقوم بعمليه التحميل. ثم بعد ذلك هنقوم بفتح هذه التبويبات. عندنا تبويبين، تبويب اسمه خاص بالاديوم. بعد 5 ثواني تضغط على اسكيب اد، بتظهر نافذه اعلانيه. نضغط على غلق هذه النافذه ثم تضغط على اسكيب اد مره اخرى، هيقوم بالتحميل. او انك تذهب للتبويب الاخر، من خلال التبويب الاخر برضه بيقدم دعايه واعلان، اضغط على اسكيب اد. بعد مرور 5 ثواني هنقوم بفتح الموقع الرئيسي اللي اسمه ميديا وان فاير، تم فتحه عن طريق الاد فلاي وتم فتحه عن طريق الاديوم. ثم بعد ذلك الموقع ده سبق ان انا شرحت فيديو متخصص فيه لانه بيحتاج مهاره خاصه. هذا الموقع هو واحد من اشهر المواقع التي يتم التحميل عليها اهوت. كل اللي عليك عند بدء التشغيل هتظهر كباتش على هذا النحو، هتقوم بالكتابه، بيظهر لك نافذه اعلان، قم بغلق النافذه، ما فيش اي قلق خالص. ثم اكتب باللغه الانجليزيه ادي سمول حسب الرساله او الكباتش التي تظهر سمول زد. ثم بعد ذلك تضغط على كرييت داونلود لينك، بتظهر نافذه اعلانيه اخرى فرعيه، اضغط عليها وانتظر الى ان يتم التحميل. هيبدا يظهر قدامك هذه النافذه. ما تضغطش على كليك هير تو ستارت داونلود لان ده دعايه واعلان، ما تضغطش على داونلود لان دعايه واعلان، ولا تضغط لان دي دعايه واعلان، ولا تضغط على داونلود ناو لانها برضو دعايه واعلان. تضغط اللي عليه الهاله اللي عباره عن مستطيل المحفوف اللي هي داونلود ديت وتنتظر، بتظهر لك نافذه اعلانيه، قوم بغلقها. احب اوجه الى نقطه مهمه جدا، ايه هي؟ انك انت لو عندك برنامج حمايه قوم باغلاقه اهوت. ادي برنامج الحمايه، هضغط كليك يمين عليه وهعمل له اكزيت، ثم اقوم بالتوقيف لمده مثلا 3 ساعات او 10 دقائق، وارجع مره اخرى اضغط على داون لود للتحميل. هننتظر الى ان يتم فتح نافذه التحميل. انا منزل على الجهاز برنامج تحميل اسمه ايجل جيت، وانت تنزل برنامج انترنت داون لود مانجر سيان، ونقوم بعمليه التحميل على هذا النحو. وبعد ان اوقفنا برنامج الحمايه هنلاحظ ان الشكل هيكون على هذا النحو. هضغط على داون لود وهنتظر، دي نافذه اهو هقفلها. هيبدا في تحميل عن طريق برنامج انا منزله سبق شرحه اسمه ايجل جيت. هذا البرنامج من اشهر البرامج، ولما برنامج مجان وفعال مدى الحياه، بيستخدم في تحميل الفيديوهات ويستخدم في تحميل البرامج بسهوله، ويصير احدد مكان الحفظ مثلا على سطح المكتب. ثم بعد ذلك بعد ما حطيته على سطح المكتب او انشئ مجلد جديد لا اقول له اوكي، ثم اوكي وانتظر الى ان يقوم بعمليه التحميل، بتظهر نافذه التحميل على هذا النحو. وهكذا ارجع الى باقي انواع الخطوط الاخرى واقوم بعمليه التحميل. تعالوا بينا نشوف بعد ما قمنا بتحميل هذه الخطوط.
تم بالفعل تحميل الخطوط في هذا المجلد على هذا النحو. هذا هو الخط الاولاني اللي فيه 3600 اهم بفتحه، هو كان عباره عن ملف مضغوط، ملف مضغوط ضغطت كليك يمين عليه واختار اكستريكت هير، قام بفك الضغط على هذا النحو. هذه هي الخطوط الموجوده، ازيد من 3600 خط من الخطوط. وفي نفس اللحظه قمت بتحميل الخطوط الاخرى في مجلد جديد اسمه فونت 2. هذه هي الخطوط اللي هي خطوط مصريه وخطوط محمد وخطوط المنطقه ونيو فونت و 2015 فونت، وقمت بفك هذه الخطوط. لما تضغط على المجلد بعد فك الضغط هتلاقي الخطوط موجوده عندك. هتقوم كل اللي عليك بعد ما قمت بتحميل 7500 خط، هنقوم دلوقتي بتركيبهم في الويندوز الاستفاده منهم في الفوتوشوب والوورد والاكسل والباوربوينت والانديزاين وجميع البرامج الاخرى. هقوم بفتح احد المجلدات واضغط على كنترول A للتحديد. بعد تحديده كله لهذا المجلد اعمل كوبي، ثم بعد ذلك اذهب الى رمز الكمبيوتر، ومن رمز الكمبيوتر هذهب الى السي، ومن السي اذهب الى الويندوز، ومن الويندوز ابحث عن مجلد اسمه فونتس، ابحث عن مجلد اسمه فونتس، هذا هو المجلد. ثم داخل هذا المجلد اضغط كليك يمين للزق هذه الخطوط، واكرر نفس الخطوات مع باقي المجلدات او الخطوط الاخرى. انا عندي عدد كبير جدا من الخطوط، فهو بيقوم حاليا بعمليه التحميل على هذا النحو. ثم بعد ذلك اضغط كليك يمين بعد ظهور انواع الخطوط واختار بيست. اذا كانت الخطوط موجوده هتظهر لي رساله انك هتقوم بالخطوط، هذه الخطوط اوريدي بالفعل موجوده وانت عايز تستبدلها، هعلم على دو ذيس فور اول كارنت ايتم واقول له يس، فيقوم بعمليه التحميل. وهكذا بالنسبه للخطوط الى ان انتهي من عمليه الخطوط جميعها حسب المساحه الموجوده، والوقت بيتوقف على كم وعدد الخطوط الموجوده. طيب انتهينا من التحميل، وزي ما وريت لحضراتكم كل اللي عليك العمليه بسيطه جدا. بعد التحميل هتقوم بفك الضغط، وبعد فك الضغط هتذهب الى المجلد وتقوم بنسخ انواع الخطوط الموجوده، وليكن مثلا خطوط المنطقه، عن طريق انك تحدد احد هذه الخطوط مثلا اهوت زي ما حضراتكم شايفين، نحدد احد هذه الخطوط، ثم بعد ذلك نضغط على كنترول A لتحديد جميع الخطوط الموجوده، ادي كنترول، ثم اضغط كليك يمين للنسخ، ادي نسخت اهوت. ثم بعد ذلك اذهب الى الكمبيوتر، الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر اذهب الى البارتيشن سي، ومن البارتيشن سي اذهب الى المجلد ويندوز، ومن المجلد ويندوز اذهب الى الفولدر فونتس، ومن الفولدر فونتس اضغط كليك يمين، اضغط كليك يمين على الخطوط اللي هتظهر امامي، ثم اختار بيست، ثم بعد ذلك اضغط داخل مجلد فونت على بيست بالكليك اليمين. واذا كانت الخطوط جديده خلاص اوكي بيوافق عليه، اذا كانت الخطوط سبق انها تكون موجوده بيطلب مني ان انا اعمل استبدال، فبنشط دو ذيس يعني لا تظهر هذا الرساله، ثم اضغط يس وابدا عمليه التكمله على هذا النحو. يتبقى لنا جزئيه واحده فقط، وهي كيفيه الاستفاده من هذه الخطوط في برنامج زي الوورد او الفوتوشوب او الانديزاين او الكورل درو الى اخره. كل اللي عليك انك هتقوم بتشغيل برنامج الوورد على هذا النحو، وهنكتب عباره وتعالوا بينا نستعرض انواع الخطوط المختلفه للاستفاده منها وللتاكد من مدى جدوى تركيب هذه الخطوط. هنقوم بكتابه عباره وليكن مثلا قناه طارق النجار التعليميه، نشوفها كده مع حضراتكم، قناه طارق النجار التعليميه في الوورد، واقوم بالتحديد عن طريق ان احنا نضغط 3 مرات لان دي فقره، ثم اقوم بالتكبير عن طريق مثلا كنترول ودال. تعالوا بينا لانواع الخطوط نستعرضها مع حضراتكم ونشوف عدد الخطوط الضخم اللي تم تركيبه على الويندوز الاستفاده منه في الوورد وفي جميع برامج الدعايه والاعلان وبرامج المونتاج. ننتظر ان يتم فتح، بيتاخر ليه؟ لان في عدد كبير جدا تم تركيبه على هذا المجلد. زي ما احنا شايفين هنبدا بقى نتحرك ونشوف انواع الخطوط، نشوف كده مع حضراتكم انواع الخطوط ونشوف اشكالها. لما بختار بعد ما قمت بالتحديد اي خط هتقف عليه تظهر لك المعاينه مباشره. ندقق كده مع بعض، عندك دائما وابدا طالما انت بتتكلم عن الخطوط العربي اللي جنبها ابجد هوس باللغه العربيه هي دي الخطوط العربي، اللي نبدا نختار الخط المناسب وليكن مثل هذا الخط، وكبرت نشوف كده هذا الخط غير موجود قبل كده داخل
الوورد، يبقى كده عرفنا ازاي نستفيد بسهوله من تحميل وتركيب هذه الخطوط. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق القراءه التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarikalnagar او المواقع المدونات التي نشرف عليها. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط مدونه بوابه التعليم الالكتروني لتحميل هذه الخطوط المتميزه. سعدت بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.